السلام عليكم اخواني اخواتي متابعينا الاعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد نقدمه لكم حول منصه بايتاك بطبيعه الحال خاصه بالمالين الخاص بالكريبتو كورنسي البي تي سي، اللايت كوين، دوش كوين، الايثيريوم والعديد من الطرق الخاصه بالايداع والسحب، وكذلك عمل ماينين او تعدين العملات الرقميه ان صح التعبير. كذلك هنالك العديد من الميزات في الموقع مثل الربح من الاحالات، هنالك ثلاث درجات يعني تحقق ربحا مميزا من المنصه. كذلك بالنسبه السحب من المنصه فهو يوفر لك العديد من طرق السحب والعديد من المفاجآت. كما تشاهدون في الصورة هناك مبلغ 200 USDT تم سحبه من المنصات التي تظهر لكم في الواجهة الرئيسية الآن. إذا شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعتكم، نلتقي إن شاء الله بعد ظرف فاصل قصير لكي نواصل باقي التفاصيل. بريزما للمعلومات. إذا إخواني أخواتي كما تشاهدون لدينا مبلغ 193 دولار في منصة بايتاك، بطبيعة الحال سنقوم بسحبها بطريقة سهلة، فقط نقوم بالنقر على ويدراول بهذا الشكل، بعد ذلك نقوم باختيار يعني الكوين التي سنقوم بسحب بها المبلغ. بطبيعة الحال هنا هنالك العديد من الكوينات التي تظهر لكم بطبيعة الحال، من بينها البي تي سي، ترون، دوش كوين، ايثيريوم، ريبل، شيبا اينو والعديد من الاشياء. هنا نختار مثلا يو اس دي تي بطبيعه الحال، ثم نختار تي ار اكس تي ار سي 20 كمحفظه، وهناك البي او بي 20 وهناك كذلك او ار سي 20. نقوم باختيار مثلا مبلغ 199 دولار او نقوم بعمل الماكس من اجل ان يعطينا 200 دولار. نقوم بعمل الويدرو، يعني طريقه سهله جدا، نقوم بعمل الويدرو ثم بعد ذلك تمت عملية السحب بنجاح كما تشاهدون إخواني أخواتي. ففي الأسفل سيعطينا يعني pending في الدفعة كما تشاهدون 200 دولار USDT withdraw 12.9 pending. إذا لقد توصلنا بالدفعة على باينانس كما تشاهدون 200 USDT إخواني أخواتي، يعني توصلنا بالمبلغ على محفظتنا في BTC في USDT بطبيعة الحال في باينانس. هنا كما تشاهدون المحفظة أن هنالك register now and get 150 جيجاهرتز بونس، وكذلك لديك من 64% إلى غاية 98% مونتلي في الأرباح، 18000 دولار انفستد، 12000 يوزر، أزيد من 5000 شخص paid out بطبيعة الحال، innovative technology 100% uptime guarantee، referral program، كاستمر سيبور، هنا يعني الماركتينج برايس الخاص بهم كما تشاهدون اخواني اخواتي. ثم كذلك لديك العديد من الامتيازات هنا، من بينها الوينكوم بونس وما الى ذلك، حتى نظام الاحاله 10% بالنسبه لليفل 1، 5% لليفل 2، 3% بالنسبه الليفل 3 او 2% بالنسبه لليفل 3. وهنا لديك العديد من الامتيازات التي تظهر لك في الواجهه الرئيسيه. طريقه تسجيل ريجستر بهذا الشكل، ادخال اليوزر نيم، الايميل، باسورد، تعيد كتابه الباسورد ثم ريجستر بهذا الشكل. بعد ذلك تقوم بالدخول الى حسابك بهذه الطريقه، نقوم بالنقر على كلاود ماينين، ثم لديك العديد من الامتيازات هنا التي يمكنك عمل ماينين لها بالبيتكوين، بالترون، باللايت كوين، بالدوش كوين، بالريبل، بالداش. مثلا تريد عمل ماينين في البيتكوين، تقوم بالنقر على بوي هاش، ثم تختار هل تدفع بالبيتكوين، ترون، دوش كوين، عفوا هل تستثمر في الكلاود ماينين بيتكوين او ترون او دوش كوين او لايت كوين او ريبل او داش. اختار مثلا انه نريد ان نستثمر مبلغ 1500 دولار هنا، يعني كما تشاهدون يعني سنقوم بعمل كالكول بهذا الشكل. تأتي إلى هنا، تختار مثلا USDT أو بيتكوين أو ترون أو إيثيريوم على حسب، تقول له مثلا عدد الأيام 30 يوم، أقول له سأستثمر مبلغ 1500 دولار، عفوا 1500 دولار، فهو يعطيني بروفيت 1470 دولار بطبيعة الحال. قل له مثلا سأستثمر 500 دولار، يقول لك 490 كبروفيت بطبيعة الحال. What is currency do you want to mint؟ على حسب الكورنسي التي تريد. كما تشاهدون هنا يتغير بي تي سي، اكس ار بي هنا يعطيك كم اكس ار بي، دوش كوين على حسب، يعطيك هنا البرايس في 1 جيجا هرتز ثانية، ثم كم من الجيجا هرتز ثانية في الهاش ريت، ثم مونتري بروفيت 34، ثم تقوم بعمل كالكيل، يعني تتحول من مبلغ الى اخر. تقوم بعمل ميك ا ديبوزيت كما تشاهدون من اجل الاستمرار في اختيار ما تريده من عمل كونفيرم للبرجيس.
تشتري هنا بالبيتكوين مثلا بي تي سي او بي او بي 20، تقوم بعمل سكان للكيو ار كود او عمل كوبي للوالت وارسال لها المبلغ، كذلك يو اس دي تي تي ار سي 20 او بي او بي 20 او اس سي 20، تقوم بعمل سكان للكيو ار كود او عمل كوبي للمحفظه وتقرا دائما هذه الشروط التي تجد هنا. لديك الدفع بالعديد من الوسائل هنا التي تظهر لك في هذه الواجهه. لديك كذلك الريفيري سيستم كما تشاهدون، كوبي وتسويق للرابط الخاص بك في فيسبوك انستغرام يوتيوب سناب شات لشخص يشحن حسابه وتحصل على العمولات. هذاك الليفل 1 10%، ليفل 2 5%، ليفل 3 2% في الافيليت بروجرام. ثم هنا الترانزاكشن التي قمت بها فتم سحب $200 فهي ساكسس بطبيعه الحال. ثم هنا كيف يتم العمل هنا كما تشاهدون، ريجستر ثم الميك ديبوزيت ثم شراء الهاش وحصول على ازيد من 190% في الشهر في الارباح، ماين اوف لاين ثم الويدراو ارنيد فاندد بطبيعة الحال في المنصة. شكرا لكم اخواني اخواتي على المتابعة، سأعودكم الله في فيديو لاحق. تحياتي لكم والسلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محفز، واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة.